يعني اعتقد العراق دوله مستقله، ولدينا في الدستور يعني دستورنا يمنع ان يكون العراق ساحه لاستهداف دول الجوار، وبالتالي اليوم الولايات المتحده تسعى كثيرا لاستهداف ايران من خلال فرض عقوبات، وتدعو الحكومه العراقيه للالتزام بهذه العقوبات الامريكيه الاحاديه الجانب، وهذا ما ممكن على مستوى الواقع. العراق لديه مصالح مع ايران، لديه حدود تمتد لاكثر من 1450 كيلومتر له، هنالك علاقات اقتصاديه، هنالك علاقات جغرافيه تاريخيه، وبالتالي اليوم يعني الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تسحب العراق باتجاه الولايات المتحده على حساب علاقاتها مع ايران. المتضرر الاول هو العراق. الان يعني اعتقد الحل المناسب ان يكون هنالك حلا دبلوماسيا، ان يكون العراق بمعزل عن هذه التقاطعات، ان يكون العراق بعيدا عن هذه التجاذبات، وان يكون القرار العراقي قرارا مستقلا، هو يختار من يقيم علاقات معه، مع ايران، مع السعوديه، مع تركيا، وحتى العراق هو يتبنى سياسه الابواب مفتوحه في بناء علاقات مع كل دول الجوار وحتى الدول الاقليميه. هذا الامر حقيقه هو العراق يعاني من 2003 ولحد الان التجاذبات الاقليميه، ولحد الان العراق هو يدفع ثمن هذه التقاطعات.